بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات طلاب المرحلة الثانوية، أهلا بكم من جديد في فيديو تعليمي خفيف للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. هناخد مع بعض النهاردة ليزارتيكل ديفيني أدوات المعرفة. ليزارتيكل ديفيني أدوات المعرفة، هنتعرف طبعا بأدوات المعرفة واستخداماتها وإيه هي أدوات المعرفة. ليزارتيكل ديفيني بتستخدم أدوات المعرفة، الأول بتوضع قبل الاسم لتحدد نوع الاسم وعدده، وتساوي الألف واللام في اللغة العربية. نوع الاسم يعني ايه؟ يعني هل الاسم اللي قدامي مذكر او مؤنث؟ هل الاسم اللي قدامي مذكر ولا مؤنث؟ يبقى ده معناه نوع الاسم اللي عندي. يبقى ادوات المعرفة هستفيد بيها هل الاسم مذكر ولا مؤنث، والعدد كمان. العدد، هل الاسم اللي قدامي مفرد ولا جمع؟ مفرد ولا جمع؟ يبقى عرفنا حاجتين، ان ادوات المعرفة بتحدد نوع الاسم وعدده. نوع الاسم يعني هل الاسم اللي قدامي مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث، عدده هل هو طبعا مفرد ولا جمع. اول اداة عندنا لو معناها ال. نركز مع بعض، توضع امام الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن. دي مهمة قوي. يبقى توضع أمام الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن، يبقى أما ألاقي له أعرف إن أنا بتكلم عن اسم مذكر. طيب بنركز بقى مع بعض، لو هتستخدم إمتى؟ في كلمات زي أما نقوله لو ليفر الكتاب. هناخد كمان مثال مع بعض، لو كايي يعني الكراسة. لو كايي الكراسة. ودي طبعا ناخد بالنا منها، لان كلمة كراسة هنا مؤنث بالعربي، ولكن هي في الفرنساوي سبقت بلو. يبقى انا عشان بستخدم لغة جديدة مسبوق بلو يبقى مفرد مذكر. بعد كده عندنا لا ولا بتستخدم مع المفرد المؤنث. لا توضع امام الاسم المفرد المؤنث المبدوء بحرف ساكن برضو. يبقى لا توضع امام الاسم المفرد المؤنث المبدوء بحرف ايه؟ ساكن. طبعا الحروف الساكنة والحروف المتحركة هنعرفها مع بعض دلوقتي، بس ناخد امثلة عن لا. يبقى اي اسم مسبوق بلا مفرد ايه؟ مؤنث. متفقين مع بعض على كده؟ لا اهي مثال عندنا، زي ما اقول لا كلاس يعني الفصل. لا كلاس الفصل. لا كلاس الفصل. يبقى كلمة الفصل هنا مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، عشان مسبوقة بلا. لا كلاس الفصل. لافية البنت. لافية البنت. لافية البنت. نكرر مع بعض عشان نعرف ننطق، ونعرف كمان الاسم اللي قدامي مذكر او مؤنث. بعد كده هناخد الابوستروف. الابوستروف بتوضع امام الاسم المفرد بنوعيه يعني مذكر ولا مؤنث، مبدوء بحرف ايه؟ متحرك. الحروف المتحركة هي A O E O U Y. يضاف إليهم حرف الأش لو كان صامت. حرف الأش لو صامت، في كلمات حرف الأش بيعامل معاملة الحرف المتحرك.
مش في كل الكلمات طبعا، لكن في معظمها. يبقى الحروف المتحركة هي الستة دول، ويضاف إليهم حرف الأش لو جه في أول الكلمة وكان حرف صامت. يبقى الـ apostrophe بعدها آ أو 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 إي أو أو إي إجريج زائد الأش. زي كلمات، ناخد أمثلة زي لونيفورم يعني الزي، لونيفورم الزي، زي المدرسي، زي يعني طقم، لونيفورم. ليكول المدرسة، ليكول المدرسة، ليكول يعني المدرسة، ليكول. لم يعني رجل، مبدوع بحرف متحرك اهي، اش هنا بقى حرف متحرك. طيب ليه للجمع بنوعيه بقى توضع قبل الاسم الجمع بنوعيه، سواء كان جمع مذكر او جمع مؤنث، جمع بنوعيه. ليه مش هنطق الاس بتاعتها بقى؟ ليه؟ امتى انطق الاس بتاعتها؟ لو جه بعدها حرف متحرك، لو خدناها في امثله مع بعض دلوقتي هنشوف. يبقى هي تنطق لوحدها كده، لي الجمع، اقول لي نكرر مع بعض عشان اعرفها كويس. بعد كده عندنا امثله، لي كايي يعني الكراسات. شايفين لما جمعت الاسم حطيت له اس في الاخر، لي كايي الكراسات، لي كايي، لي كايي الكراسات، لي كايي. ها ننطق مع بعض ونكرر عشان نعرف ننطق الكلمه دي كويس ونبقى احنا ايه عارفينها مع بعض. طيب لي في البنات، لي في البنات، لي في البنات، لي في. ولاحظوا هنا ان الاي ال ال بتتنطق اي، لي في، لي في يعني البنات، لي في. بعد كده عندنا ليزي لاف، ليزي لاف. ليه لو جه بعدها اسم مدوب حرف متحرك الاس اللي ما كانتش تتنطق تتنطق بقى، ونقوله ليزي لاف وتتنطق زد، ليزي لاف، ليزي لاف يعني التلاميذ، ليزي لاف التلاميذ. بكده نبقى خدنا ادوات المعرفة كلها، وقلنا لو للمفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن، ولا للمفرد المؤنث المبدوء برضو بحرف ساكن، الا ابوستروف للمفرد بنوعي المبدوء بحرف متحرك، ولي للجمع بنوعي. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، والى اللقاء في رعاية الله بإذن الله.